والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المسلم ليس مقيما في هذه الدنيا إلا بقدر ما قدر الله له، فعليه أن يستغل ما قدر الله له من العمر، أن يستغله للآخر ليجده عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا يقول لأهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم، ما هو العمر؟ قالوا 40 سنة. إذا عمر الإنسان 40 سنة، فإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الذي يربح 40 سنة، فكيف الذي يعمر 100 سنة أو ما زاد على ذلك ولا ينتبه لنفسه ويضيع هذا الوقت في الغفلة واللهو واللعب، أو أشد من ذلك في الكفر والفسوق والعصيان والعياذ بالله.